صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التورق؟ التورق جائز بشروطه، إذا كانت السلعة عند البائع عند الدائن يشتريها منه المدين بثمن مقسط أو مؤجل، فلا، ويستلمها ويقبضها ويبيعها على غيره، لا بأس بذلك. أولا تكون السلعة عند الدائن قبل العقد ملكا له، يبيعها على المحتاج، المحتاج يقبضها قبضا تاما ويحوزها ويخرجها من مكان الدائن ويبيعها مكان آخر على غيره. بهذين الشرطين جائزة على مذهب الجمهور. بعض العلماء يرى أنها ما تجوز لأنها حيلة إلى الربا، لكن حاجة الناس الآن تدعو إلى هذا. وين يروحون الناس؟ ما في قروض صحيحة وقروض حسنة، ما فيه إلا اللجوء إلى مسألة التورق، لكن لازم من تطبيق شروطها. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم.